عمل جدول محاسبة على التعاطي بين شيخين، بين شيخين، بين شخصين أو أكثر. لا بلاش المسألة دي، بل الإنسان على نفسه بصيرة. ما يجيش مثلا كده احنا قرأت ورد القرآن وفي درجات 9 من 10 8 من 10، ما قريتش بقى يبقى 0 من 10، ونقعد نحاسب بعض. انت النهاردة عملت ايه؟ عملت كذا. انت مصيبتك النهاردة تقيلة علشان انت ما عملتش الجدول. لا بلاش المسألة دي.